نروح لزميلنا كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر، موجود معانا من مطار العريش، واللي نعرف منه اخر مستجدات الاوضاع هناك واستقبال ايضا المساعدات الانسانيه المرسله لاهالينا في قطاع غزه. كريم صباح الخير عليك. صباح الخير وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. فعلا انا قدام مطار العريش الدولي، وخليني اقول لكم تحديدا هنا امام بوابه المطار في عدد كبير جدا من الشاحنات المحمله بالفعل بالمساعدات المختلفه، من مستلزمات طبيه، من مواد غذائيه، من يعني حاجات معيشيه خاصه بمجابهه فصل الشتاء سيتم تقديمها للاشقاء في فلسطين. بنتكلم عن هنا من امام مطار العريش الدولي وصول اكثر من 120 طياره منذ بدايه الحرب على قطاع غزه، واستقبال مطار العريش الدولي من 29 دوله مختلفة للمساعدات وكمان 14 منظمة. الحقيقة كل دي مساعدات كانت بتوصل لمطار العريش الدولي وبيتم نقلها عن طريق الهلال الأحمر المصري، يتم تخزينها في المخازن وتحرك بعد كده المعبر رفح المصري عشان تدخل للناحية الثانية لأشقاء فلسطين. يمكن الشاحنات دي هنا بتصطف يوميا بالعشرات وقد تصل في بعض الأحيان للمئات، مصطفة على يعني يمين وشمال الطريق. الحقيقة مش بس كده إن هي بتيجي من المحافظات المختلفة، ولكن كمان اللي بيتم تحميلها من داخل مطار العريش الدولي عن طريق الطيارات. كمان النهارده المفروض ان احنا يعني بصدد خلال يعني الدقائق القادمه بانتظار طيارتين من ايطاليا، الطيارتين دول هيكون محملين بمستلزمات طبيه ومعدات ايضا خاصه بالاستخدامات للمستشفى الميداني، عشان هيتم فحص اذا امكانيه يعني اقامه مستشفى ميداني بالفعل في قطاع غزه. ده بالتزامن كمان مع وصول سفينة أو باخرة لميناء العريش الدولي، ده برضو علشان دي برضو جاية من إيطاليا. الحقيقة برضو هيكون فيها جزء من المستلزمات الطبية اللي هيتم تقديمها للأشقاء في فلسطين. ولكن كمان النهاردة من أهم يعني الحاجات اللي هتحصل يعني في تقريبا ما بين 11 والساعة 12 هيكون في استقبال كمان لمديرة هيئة المعونة الأمريكية USAID سامانثا باور، هتكون موجودة وفد مرافق ليها عشان تتفقد المعونات المختلفة والمساعدات اللي هتكون موجودة في مطار العريش، وبعد كده هتتحرك على معبر رفح وهيكون في مؤتمر صحفي هتكلم فيه عن حجم المساعدات بشكل عام وكمان المجهودات المختلفة اللي بتقوم بيها معظم دول العالم وتحديدا الهيئة لإيصال المساعدات المختلفة وعن طريق الأنورا للأشقاء في فلسطين. في انتظار طبعا أكيد وصول مدير هيئة المعونات الأمريكية وكمان الطيارتين الإيطالية، لكن ده كمان ما يمنعش انه ما زال امام معبر رفح المصري عدد كبير جدا من الشاحنات بيتوافد عشان الدخول. امبارح دخل 50 شاحنه من المساعدات، دخلوا الحقيقه لمعبر رفح المصري، وصلوا ل الناحية الأخرى لتفتيشها من قوات الاحتلال. كان في بالفعل شاحنات متكدسة هناك، قوات الاحتلال دايما بتعرقل دخول هذه الشاحنات، فالمفترض حسب الشاحنات اللي كانت موجودة هناك والشاحنات اللي دخلت امبارح أكثر من 70 شاحنة دخلوا امبارح لقطاع غزة، ولكن لسه لم يتم الإعلان إذا كان راحوا الجنوب أو الشمال أو الأماكن اللي هيتم توزيعهم فيها. كمان امبارح خرج الحقيقة 26 مصاب من الأشقاء في فلسطين وتم عشان يتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية المختلفة، وخروج كمان أكثر من 600 من مزدوج جنسية عبر بوابة معبر رفح المصرية. ده ما زال الحقيقة لسه مستمر لحد صباح اليوم، وكمان الشاحنات منتظرة دورها عشان تدخل، وسيارات الإسعاف كمان واقفة قدام معبر رفح المصري. لكن الصورة الحقيقة اللي ورايا دلوقتي هي بتتكلم عن استمرار دايما وجود المساعدات المختلفة وتحديدا المصرية اللي بتم تصطف هنا أمام مطار العريش عشان تجتمع مع كمان المساعدات اللي بتيجي من المطار من الطيارات ويتحركوا مع بعض على معبر رفح المصري. والآن عودة ليكم مرة ثانية. شكرا ليك كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر من مطار العريش.